فساتين رانيا يوسف عاملة قلق كبير على السوشيال ميديا، واحد سعره اتخطى المليون جنيه والتاني مفتوح على البحري ومالوش بطانة، وشايفة ان المخرجين بيشغلوها علشان جمالها. رانيا يوسف بتتصدر الترند من جديد، والسبب ظهورها الاخير في مهرجان اسوان الدولي لافلام المرأة، وده بعد ما شاركت وبقت عضو في لجنة التحكيم وبتقيم الافلام كمان. تعالوا بينا نعرف ليه رانيا يوسف رجعت تعمل جدل من جديد على السوشيال ميديا بسبب الفساتين. من يومين كده نشرت رانيا يوسف فيديو ليها وهي لابسه فستان جريء شويتين وغالي جدا ووصل سعره لمليون جنيه، وفي نفس الوقت كان معاها شنطه سعرها 182,000 جنيه. في الاول المتابعين على السوشيال ميديا فكروا ان الفستان ده مش اصلي، وخصوصا انه متغطي بالكامل بكريستالات سواروفسكي، وكمان لان في ناس كتير بتجيب المضروب منه ب $100 بس، وبداوا يسالوا رانيا يوسف في التعليقات هو ده الفستان الاصلي ولا المضروب. لكن رانيا صدمت الجمهور في التعليقات وقالت ان ده الفستان الاصلي وسعره 13,514 جنيه استرليني، يعني داخل كده على المليون جنيه مصري. وقالت رانيا في التعليقات انها لبست الفستان وبتستعد لمناسبة كبيرة جدا بتشوق الجمهور ليها، وده في نفس وقت افتتاح مهرجان اسوان الدولي لافلام المرأة، والكل قال خلاص كده دي اطلالة رانيا في افتتاح المهرجان. لكن اللي حصل ان رانيا يوسف نزلت بفستان مختلف تماما ويعتبر نسخة تانية من فستان البطانة، وكان مفتوح بشكل كبير جدا. الجمهور استغرب جدا من إطلالة رانيا وليه غيرت الفستان التاني اللي سعره وصل لمليون جنيه، وخصوصا انه عجبهم رغم انه مفتوح. وظهرت رانيا في المهرجان من هنا وتصدرت الترند على طول من هنا، وبدأ بقى المقارنات بين الفستان ده وفستان البطانة. بس رانيا يوسف اتجاهلت الترند ده تماما واحتفلت بنجاح اعمالها في رمضان واتكلمت ازاي المخرجين بيختاروها. والاول مرة تقول رانيا يوسف في تصريحات ليها في المهرجان ان المخرجين بيختاروها للادوار علشان شكلها حلو ومهتمة بنفسها. حاجة غريبة، أول مرة ممثلة تطلع تقول كده وتعترف إن في منتجين ومخرجين كتير بيختاروا البنت الحلوة للأدوار مش علشان الموهبة. والحقيقة إن رانيا يوسف من الفنانات اللي عندهم موهبة تمثيلية جبارة، وشفناها كلنا في أعمالها بتتقن الدور وبتنقله لحتة تانية. ورانيا يوسف من الفنانات اللي ما بيشغلوش دماغهم بنقد ولا هجوم من الجمهور على أي حاجة بتعملها، ورغم إنها ممكن تكون كسرت حاجز 45 وخلاص قربت على 50 بس مهتمة بنفسها جدا. وبنشوفها كل فترة بتقلب السوشيال ميديا بإطلالات مختلفة من الفساتين اللي بصراحة بتكون مفتوحة جدا بس بيعجبوا الجمهور بتاعها. وعلى فكرة رانيا معترفة ان لبسها جريء، بس هي شايفة ان ده حرية شخصية واللي مش عاجبه شكلها ما يبصش عليها. واللي ورثت منها نفس الطبع ده بنتها نانسي اللي بتقلدها وبتشوفها مثلها الاعلى وبتدعمها في كل خطوة من خطوات حياتها، لدرجة انها لبست نفس فستان البطانة اللي امها لبسته وعملت ازمة كبيرة في البلد. وقالت هي شايفة ان الفستان عادي ومش عريان ولا حاجة. وبسبب اطلالات رانيا يوسف الملفتة جدا في أي مناسبة هي بتكون فيها، المتابعين على السوشيال ميديا بقوا يستنوا ظهورها في أي مهرجان أو أي مناسبة علشان يقيموا الإطلالة بتاعتها.